السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. اليوم رجعنا لكم بقصة جديدة، ولكن قبل ما نبدأ في قصة اليوم احب اقول لكم يعطيكم الف عافية على الدعم الجبار اللي صار في المقاطع اللي فاتت. والقصة هذه والله ما ادري راح تنزل في رمضان او بعد العيد، ولكن اللي واضح قدامي ان القصة طويلة وتحتاج وقت في التصوير. شيء ثاني، المقطع اللي فات في خطأ صار كذا بسيط في المونتاج، قصقصت المقطع وفي جزئية نسيت انظفها واشيل التكرارات اللي فيها. شكرا لكم على تذكيري في الكومنتات، حرفيا الكومنتات اللي اضغط عليها قلب فعرف اني قاعد اقراها. وقبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة، بقلنا شوي ونوصل لمليون مشترك. قصة اليوم ترجع لشخص اسمه ياسر. ياسر هذا يا جماعة الخير يعيش في قرية، والقرية هذه تبعد عن المدينة ما يقارب 100 كيلو، يعني هو عايش في قرية قريبة للمدينة. وياسر هذا يا جماعة الخير بعمر 16 سنة. يقول ياسر ان عائلة محافظة لأبعد درجة، وما احنا من العائلات الغنية ولا المتوسطة، بل اقل من المتوسطة بشوي، يعني فلوسنا على قد حالنا. وياسر عنده عائلة مكونة من اب وام وثلاث بنات. ياسر هو اصغر واحد، خواته اكبر منه بفارق عمري شوي كبير. أكبر بنت عندهم عمرها 29 سنة. يقول في يوم من الأيام جاء شخص وخطب أختي. جاء أبوي ذاك اليوم مستانس وسعيد، يا بنت في واحد تقدم لك، وهذا الشخص جاي من المدينة، يعني المدينة البعيدة عن القرية هذه اللي تبعد 150 كيلو. راح نسأل عنه ونشوف وش وضعه، وبإذن الله راح نرد لك. طبعا ياسر يقول أختي استانست إنها راح تتزوج، قالت خلاص يلا اسألوا عنه وخلنا نشوف. صاروا يسألون عنه ويجمعون معلوماته عشان يعطونها البنت. يقول ياسر ذاك اليوم أبوي قال لي يلا مشينا، خلنا نطلع نسأل عن هذا الولد في المدينة ونشوف يصلي في أي مسجد، ونسأل عنه في المسجد ونسأل عنه في العمل حقه. يلا تراك بتخويني يا ياسر. يقول ياسر خدت أغراضي وأنا مستانس بنروح للمدينة. يقول وأركب مع أبوي، وكان ذاك الوقت على صلاة العصر. يقول شغل أبوي السيارة حقته وأركب أنا إياه ونطلع في الطريق. يقول طبعا القرية اللي حنا ساكنين فيها قرية قديمة مرة، قديمة لأبعد درجة، يعني لدرجة إن البيوت اللي فيها 70% طين، 30% مبنية بالإسمنت وشوي من الطين. يقول وإحنا طالعين من نفس القرية حقتنا إلا في قصر كبير مهجور، قصر كبير مبني من طين. يقول ياسر مساحته كبيرة لأبعد درجة، لدرجة انك ما تشوف نهايته. يقول والقصر هذا البيت اللي جوه صغير ما هو كبير، يعني سور محوط والمبنى الداخلي مبنى صغير. يقول انا جذبني اصلا القصر وكل مرة اشوفه، ولكن ما كنت اقدر اسأل ابوي. ذا المرة ياسر قرر انه يسأل ابوه. يقول ياسر قلت لابوي هيبا ذا القصر منو حقه؟ ناظر كذا في القصر قالوا القصر ذا قديم مرة يا ياسر، قديم بشكل ما تتوقع. هذا القصر أهله جروا القصر هذا قبل ما يقارب 45 سنة. طيب شو السالفة؟ وش موضوع القصر ذا؟ يقول قال لي أبوي القصر هذا قد صارت فيه قصة قديمة، والقصة هذه ما ندري هل هي صدق أو كذب. يقول القصر هذا كانوا راعين القصر مرة تجار، ولكن في يوم من الأيام صار لهم موقف. على طول ياسر سأل أبوه قال يبا وش الموقف اللي صار لهم؟ الموقف هذا اللي صار لهم إن فيه بير داخل القصر هذا، والبير مثل ما أنت عارف يا ياسر يكون عميق مرة ويوصل 40 إلى 80 متر تحت الأرض، ويوصل أكثر وأكثر. وكان هذا البير يسقي المزرعة اللي موجودة في القصر، وبرضو يشربون منه الموية. يقول في يوم من الأيام يا ياسر العائلة هذه عندها بنت صغيرة. يقول في يوم من الأيام اختفت هذه البنت من البيت، ويدورون عليها ويدورون عليها ما لقوها نهائيا. وبعد فترة يا ياسر حصلوا البنت الصغيرة هذه طايحة داخل البير. قال ياسر الله يرحمها بس عشان كذا هجروا القصر؟ ولا حد قد شراه عشان في بنت صغيرة طايحة؟ قال له أبوه اسمع في موضوع كانوا يتداولونه، ولكن ما أدري هل هو صدق أو كذب. يقولون إن بعد ما طاحت البنت هذه جوا البير، قل كيف عرفوا إنها جوا البير؟ كانوا يسمعون صوتها تنادي داخل البير، وتنادي بأسماء الناس اللي ساكنين في القصر، يا فلان يا فلان ساعدوني. يقول يوم جاء الدفاع المدني ونزل تحت يساعدها، حصل البنت الصغيرة هذه فارقت الحياة، يعني ميتة. ورقى الدفاع المدني طلعوا البنت هذه. استمرت أصوات المناداة لفترة طويلة، استمرت الفترات طويلة ممكن سنة أو سنتين، وفي صوت قاعد يطلع من هذا البير. عشان كذا أهل هذا القصر قرروا يهجرون هذا القصر. قال ياسر لأبوه يا يبا السالفة هذه كم مر عليها من سنة؟ قال لأبوه السالفة هذه مر عليها لحد الآن ما يقارب 45 أو 50 سنة. على طول ياسر جاء في ذهنه قال طيب يا يبا هل السالفة هذه يوم كان عمرك 8 سنوات؟ قال أصلا السالفة هذه اللي قالها لي جدك. سكت ياسر ومشى الموضوع، ولكن موضوع القصر والبير الحمد
لحد الآن عالق في راسه ويبغى يعرف ليه العائلة هذولي قرروا أنهم يطلعون من هذا القصر ويعيشون في مكان ثاني ومن أهم أصلا. يقول ياسر وصلنا المدينة حقتنا ويقول وقعدنا نسأل عن الرجال هذا في المسجد. صار هذا الرجال راعي صلاة وراعي دين وخير الرجال. وسألنا عن عمله شوي صار شغال في وظيفة كويسة ولكن الرجال لا عنده سوابق والرجال هذا رجل ديني. قال خلصنا من أمور الأسئلة هذه ورجعنا للقرية. يقول وانا راجعين على القرية قال له شوف القصر وناظر فيه كل قصر شكله مهيب مخيف وكبير. يقول دخلنا القرية وصلنا لين بيتنا وقلنا ميد أختي ان حنا سألنا عن الرجال وصار الرجال راعي صلاة. بما انه راعي صلاة وراعي دين بالموضوع عندك يا أختي لك حقية القبول أو الرفض. قالت أختي خلاص راح أشوف وأستخير وأرد لكم وأعطيكم ألف عافية أنكم سألتوا عن الرجال هذا. يقول خلصنا من الموضوع هذا بسرعة ورحت للمدرسة وقابلت أخوياي. يقول عندي خويين في المدرسة هذول الاثنين أعتمد عليهم اعتماد كبير والاثنين هذولي كأنهم أخواني بالضبط. واحد اسمه عبد الرحمن والثاني اسمه سامر وكلهم يسكنون في نفس القرية هذه. يقول رحت للمدرسة وسألت عبد الرحمن وسامر وكان هذا الموضوع في الفسحة وقلت لهم عبد الرحمن سامر شفتوا القصر هذا اللي موجود عندنا القصر الكبير ذا وش سالفته وش موضوعه هل قد سمعتوا عنه كلام أو لا؟ اثنين هم قالوا لا والله ما قد سمعنا أي كلام على القصر ذا. فقال لهم ياسر القصة اللي قال لهم أبوه وطرح القصة كاملة له. استغربوا من القصة قالوا هل ظنكم القصة ذي صدقية وليه القصر ذا مهجور وش موضوعه؟ قال لهم عبد الرحمن أنا بسأل أبوي وبرضو سامر قال أنا برضو راح أسأل أبوي وأشوف وش موضوع القصر ذا. يقول خلصت الحصة السابعة وطلع لنا كلنا ورجعنا لبيوتنا وسالفة القصر هذه تدور في راس إلا في واحد يطق الباب ساعة 4 العصر إلا يطق باب البيت طق 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 مين إلا في واحد يقول ياسر موجود قال له ياسر إيه إلا شوي ويطلع له ياسر صار مين صار اللي عند الباب خويه عبد الرحمن قال له هي ياسر سألت أبوي على القصر وقال لي وش موضوعه جبت لك الخبر الأكيد. قال له وش موضوعه قال موضوع عادي بس تعال خلنا نطلع من عند باب البيت تعال شوي. قو طلعت وأمشي أنا وعبد الرحمن إلا عبد الرحمن يقول لي شفت القصر اللي تسولف عنه ذا؟ يقول أبوي إن أهل القصر هذول توفوا في حادث وماتوا كلهم ولا في أحد يورث هذا القصر عشان كذا القصر هذا مهجور. يقول قلت لعبد الرحمن لا ما توقع وش اللي ما في أحد يورث القصر حس يعني غريب أحس في سالفة ثانية غير السالفة ذي. قال ما أدري والله بس أنا هذا أبوي اللي قال. قال أبوك إيش عرفه بالسالفة ذي؟ يقول إنه سمعها من الناس الثاني. طبعا عمر أبو عبد الرحمن 45 ل 46 سنة ولكن ياسر متأمل في سامر لأن سامر أبوه كبير في العمر وعمره في 70 يعني هو الوحيد اللي ممكن يعطينا السالفة الأصلية. يقول ياسر انتظرت اليوم الثاني ورحت للمدرسة وقابلت عبد الرحمن وسامر كنت أنتظر سامر يعلمني وش سالفة القصر ذا. يقول أول ما قابلت سامر قال لي هيه ياسر عرفت سالفة القصر وفي أشياء مختلفة شوي ولكن في الفسحة راح أقول لكم الموضوع. ياسر تحمس بشكل كبير ينتظر وش السالفة وش موضوع ذا القصر وليه القصر ذا مهجور من فترة طويلة وسامر هو الوحيد اللي ممكن يجيب العلم الصحيح لأن أبوه كبير في العمر. يقول ياسر جت الفسحة وأنا متحمس لأبعد درجة أبغى أشوف موضوع هذا القصر وشه. يقول نجتمع ونجيب فطورنا ونفك الأكياس تشك تشك ونتكي. سامر يقول لنا عيال شفت القصة اللي أمس قلتها يا ياسر هي صحيحة ولكن يقولون إن بنتهم ما ماتت يقولون إن بنتهم طاحت في هذا البير وأربع أيام وفي أحد ينادي في ذا البير ساعدوني ساعدوني. يقول فانتبهوا أهل البيت إن بنتهم تنادي واتصلوا في الدفاع المدني وأنقذ البنت ولكن البنت ما ماتت. قال شلون وشلون أربع أيام عايشة تحت وفي بير ومسافة طويلة وكيف يطلع الصوت لين فوق؟ قال سامر هنا الموضوع الغريب هذا الشيء اللي خلى أهل البيت ينقلون يقولون إن الجن ساعد بنتهم وطلعها من البير ويقولون إن الجن اتفق مع أهل القصر إنهم يتركون القصر لهم ويهجرون لأنهم ساعدوا بنتهم اللي طاحت في البير. يقول ياسر الموضوع ذا خيالي شوي ولكن هو الموضوع اللي تحسه يصدق سالفة إن بنتهم ماتت وفي ناس ينادي في البير أحس ممكن تصدق وممكن لا ولكن سالفة أنهم اتفقوا مع أهل القصر أنهم يطلعون لأنهم أنقذوا بنتهم أحس السالفة هذه ممكن تكون صحيحة والموضوع محير مرة ولكن أحس السالفة اللي تيجي صحيحة هي سالفة سامر. حتى عبد الرحمن قال لهم قال أحس سامر سالفتك هي السالفة الحقيقية وأصل ليه مقتنعين في كلام سامر مثل ما قلت لكم إن أبو سامر إنسان كبير في العمر. مرت الأيام والموضوع هذا قاعد يدور في راس ياسر سالفة ذا القصر وهل صدق هذا الكلام اللي قاعدين يقولونه ولا هذول الناس قاعدين يبالغون. يقول ياسر رجعت للبيت وقابل أبوي وأهلي في لحظة الغداء إلا تطلع أختي من غرفتها هي وأختي الثانية إلا تقول يا يبا أنا وافقت على الزواج من الشخص هذا وشوفوا أقرب موعد نتزوج فيه واستأنس الأهل واستأنس البيت كامل عشان أختهم وافقت على هذا الزواج.
مرت الايام وجاء الوقت اللي فيه زواج اخت ياسر. ياسر راح عزم اخوياه، اتصل على عبد الرحمن: السلام عليكم، كيف حالك عبد الرحمن؟ طيب عبد الرحمن، زواج اختي بيكون يوم الثلاثاء، حياك الله وتعال خلينا نشوفك. طبعا هنا عمر ياسر وصل الى 18 سنه وهو في اخر مراحل الثانوي، واتصل برضو على سامر: السلام عليكم سامر، كيف حالك؟ طيب يا سامر، عرس اختي راح يكون يوم الثلاثاء وحياك الله. قال له سامر: خلاص ما عندك مشكله. طبعا باقي على يوم الثلاثاء هذا حوالي 3 ايام، وجاء يوم الثلاثاء وهو اليوم الموعود اللي راح تتزوج اخت ياسر من الشخص اللي كان موجود في المدينه، وحطوا هذا الزواج في القريه اللي ساكن فيها ياسر. ولكن خلني اعطيكم طبيعه هذا المكان اللي راح يكون فيه الزفاف. هذا المكان يا جماعه الخير هو عباره عن استراحه كبيره، قالوا ما نبغى نكلف على انفسنا، راح نستاجر استراحه، والاستراحه هذه كبيره وتكفي كل المعازيم. ولكن الموضوع الاهم ان الاستراحه هذه بمن ارضها كبيره فاكيد انها راح تكون لم القصور والاماكن الكبيره. القصر قريب لم هذه الاستراحه ما يقارب 7 أو 6 دقائق. جاء يوم الثلاثاء وراحوا كلهم للاستراحه، وقابل ياسر عبد الرحمن وسامر داخل الاستراحه: السلام عليكم. عليكم السلام، الله يوفقهم والله يبني بيتهم وفالهم التوفيق. قال لهم ياسر: الله يعطيكم الف عافيه انكم جيتوا ولبيتوا هذه الدعوه. قعدوا كذا ابو نص ساعه 40 دقيقه. ياسر كان معاه مفتاح سياره ابوه، لان ابوه كان راكب في سياره ثانيه فخمه وتارك السياره هذه البسيطه مع ياسر، وياسر حاضر العرس بالسياره ذي. قال لهم ياسر: ميد عبد الرحمن وسامر، ايش رايكم يا عيال نروح للقصر؟ داما قريب من هنا ويبعد ما يقارب 6 أو 7 دقائق. قالوا: شلون وقصر وعرس؟ قال: لا ما راح نطول نص ساعه وبنجي. قال لهم عبد الرحمن: عندي لكم فكره، وش رايكم تخلونها في لحظه العشاء؟ يكون كل الناس ساهين ونقدر نروح ونرجع وما حد ينتبه لنا نهائيا. قال لهم ياسر: تصدقون ابد ما عندكم مشكله، وفي وقت العشاء في وقت العشاء. المهم جاء وقت العشاء، ياسر وسوى راح للغرفه الصغيره هذه اللي يجهزون فيها العشاء، وحط له حافظه فيها اكل عشان ياكلون في السياره، وهو وعبد الرحمن وسامر. اخذ الحافظه ذي وقفلها وخذاله بيبسي وسفن كذا وركبوا السياره. يلا مشينا عيال وياكلون في السياره وهم ماشيين. المهم وصلوا للقصر. يقول ياسر: قبل ما نوصل للقصر كذا ب 200-300 متر الانوار كلها طافيه، منطقه القصر مره ما فيها اضاءه. بوصف لكم الطريق يا جماعه الخير، طريق عباره عن اسفلت بعده ينقطع تراب وتخون في تراب كذا طق 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 بالسياره، ممكن 300-400 متر ويطلع القصر في وجهه، يعني ما في طريق مزفلت يوصل لهذا القصر. يقول ياسر: احنا ماشيين وانتهى الزفلت، يقول ننزل طرق طرق طق 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 طق، والطريق طوله حصيان وغثا وتربان، ولكن الطريق ما هو طريق يكون فيه غراز للسيارات او يكون الطريق صعب ان السياره تمشي فيه، اي سياره تجي تقدر تمشي. يقول ياسر: وانا في السياره واشغل النور العالي عشان اشوف الطريق زين. يقول: وامشي ومشغل العالي، يقول: والف يمين ويسار ابغى اشوف القصر وش وضعه. يقول: وانور على القصر كامل بالسياره. كانت سياره ابوه ديدسن، ونور الديدسن ما هو نور قوي. يقول: وانور على القصر كامل واقرب لما القصر. وسامر وعبد الرحمن يتفرجون في القصر: يا ولد القصر مخيف ومن قريب صاير كبير. يقول ياسر: واحنا على طريق رايحين للمدينه ذاك اليوم، القصر على يميننا يبعد 700-800 متر ونشوفه كبير، وشلون يوم قربنا عنده اكيد انه راح يكون ضخم. يقول ياسر: مشينا حبه 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 لين قربنا عند جدار القصر. يقول: القصر عباره عن سور كبير، ولكن جنب السور هذا في اوساخ مرميه جنبه، يعني تقدر ترقى فوق الاوساخ هذه طل على القصر من جوا. يقول: قلت لعبد الرحمن وسامر: يا عيال وش رايكم نطل في القصر ونشوف وش اللي داخله، بس نبغى نطل على السور هذا. طبعا سامر قادح مستحيل يقول لك لا. قال لهم سامر: طيب اسمعوا، خلينا نقرب شوي عند الجدار عشان نرقى فوق السياره ونطل. قال لهم ياسر: لا خلينا نرقى على البلك والاشياء هذه الوسخ المرميه هنا. قال: لا اخاف ان فيها شيء بسم الله الرحمن الرحيم ولا قديم ولا مصديه تطرحنا تحت. قال: لا لا ان شاء الله ما في الا كل عافيه. قلنا: خلاص تمام. وقال لهم عبد الرحمن: انا برضو عندي لكم فكره، انا ما راح انزل معكم، انزلوا انتم وشوفوا وبكون انا انتظركم داخل السياره. قالوا: لا يا ابن الحلال مش معنا، تعال خلينا نشوف مره واحده. قال لهم: لا 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 انا راح اقعد جوا السياره وانتظركم. قال: لا بكيفك. وقفوا السياره في مكان امن ونزل ياسر وسامر. نزلوا وراحوا يقربون للقصر وقالوا: ميد عبد الرحمن خليك مشغل النور العالي عشان ينور لنا. قال لهم: خلاص ما عندكم مشكله. يقول: الديدسن حقي مفروض اذا طقيته كذا على قدام النور العالي يعلق، ولكن الديدسن خربان، فلازم عبد الرحمن يكون ضاغط على النور بيده. يقول: قاعد عبد الرحمن قدام ضاغط على النور بيده، وانزل انا وسامر طق 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 ونقفل البيبان ونمشي على رجولنا، ونمشي حبه حبه وحنا خايفين. يقول: مكان ما في صوت نهائيا، ونرقى فوق الاغراض حبه حبه طق 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 طق. يقول: نرقى فوق شيء نفس السقاله او الكنتينر كذا شيء حديدي، ونرقى فوقه ونطل. يقول: ولا نشوف المنطقه كلها زرع
الزرع، والزرع طويل وكبير، وفي سيارات حوالي يمكن 18 أو 17 سيارة قديمة واقفة، والسيارة واضح إنها واقفة من فترة زمنية طويلة، يقول لأم موديلها في 50 أو 55، مرة سيارات قديمة. هنا أيقنت إن كلام سامر كان صح، وصدق شكل الجن مسوين هدنة مع اللي في القصر كامل إنهم يتركون هذا القصر. يقول فجأة كذا وأنا أطالع وأنور بكشاف جايبينه معنا صغير، يقول وأنور كذا يمين ويسار، يقول فجأة إلا في شيء يتحرك، والشيء هذا اللي يتحرك حركته سريعة بين الزرع، ويطلع كذا بسرعة ذا اللي يتحرك ويرقى الجدار. عرفوا إن هذا اللي يتحرك كان بسة، وشوي إلا تطلع بسة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة من المكان، ويتحركون بسرعة ويرقون على الجدران وينحشون. لا أخفيكم، ياسر وسامر خافوا بشكل كبير، لأنك إن جاي في منطقة هادية وما يسكنها أحد، فجأة يطلعوا لك قطاوة من مكان يكون فيه زرع وسيارات بسيطة، أول نظرة لها ما تدري هل هي بسة أو شيء ثاني. يقول سمينا بالله ونزلنا من المكان اللي إحنا فيه وطلعنا ورحنا للسيارة. يقول فتحنا باب السيارة، اللي عبد الرحمن جوا السيارة كابس العالي، قلنا خلاص ركب ورا. يقول ركب ورا عبد الرحمن وركب سامر وياسر قدام. ياسر قال ميد عبد الرحمن ما شفت القطاوة اللي قبل شوي طلعوا؟ ولكن الصدمة عبد الرحمن قال أي قطاوة؟ قال ما شفت ولا بسة قدامي طلعت قبل شوي. قال متأكد أنت؟ قال والله ما شفت ولا شيء، يمكنني ما ركزت. قال ياسر إيه أتوقع أنه ما ركز. قفلوا على الموضوع وشغلوا السيارة ومشوا، ولكن أشبعوا فضولهم في هذا القصر. المهم وصلوا القصر ووقفوا السيارة ونزلوا على رجولهم. يا عيال والله المكان مخيف، يسولفون مع بعض، مكان مرة مخيف. تدري يا عبد الرحمن حصلنا فيه سيارات جوا القصر ذي واقفة، واضح أنها واقفة من زمان، والزرع مالي المكان، والزرع طويل يجي طوله يمكن متر أو متر ونص، زرع طويل مرة كأنك في سيل. صدق؟ أي والله زرع طويل ومكان مخيف مرة، ولكن ما أتوقع أن في جن، المكان مهجور وقديم ولا في شيء. يقول المهم وصلنا القصر لأن كنا موقفين سيارتنا بعيدة عن القصر. ندخل القصر، طبعا بعد العشاء تكون في جمعة ناس كذا كبار، والجمعة هذه تكون كذا تاكين بعد العشاء، يأكلون موز ويأكلون فواكه واللي يشرب شاهي. يقول إلا فيه شايب قاعد معنا كان يسولف عن القصر اللي موجود هنا ورا، كان يقول الله كان آل فلان ساكنين هنا ولكن قلوا. الكلام هذا جذب ياسر سامر. أي قصر تقصد؟ قال هنا في قصر مدري إيش. قال وصف لنا إياه، يبغون يتأكدون هل هو يقصد القصر ذاك أو لا. يقولون بيسولفون إلا فيه شايب ثاني قال له يا بالحلال تقصد قصر الجن. خاف ياسر وسامر، القصر صدق فيه جن؟ إلا الشخص ثاني قال له إيه قصر الجن، قال القصر الكبير على الطريق. قال له إيه، قال إيه الله يكفينا شرهم يا رب. يقول ياسر انصدمت يوم سمعتهم يسولفون عن الموضوع وحسيت بشيء غريب داخلي، وتذكرت الموقف اللي عبد الرحمن قال فيه أنا ما شفت لا قطاوة ولا بساسة طالعين من ذاك المكان. يكونون بسم الله الرحمن الرحيم اللي ذاك اليوم طلعوا من عند الجدران كانوا جن. يقول سكت، إلا شوي قاطع أبوي الموضوع. يقول لأبوي قاطع الموضوع، يقول لي يا ابن الحلال ما في شيء، لا يلعبون عليك، تلعبون على ذا الصغار أنتوا وتخوفونهم بسواليف الجن. يقول إلا صاروا يضحكون كلهم. لا تصدقون بعدين تحلمون يا رجال، نمزح معكم. يقول ولكن كلامهم ما مر بسلام، اقتنعت اقتناع تام ان القصر هذا فيه جن، والموضوع هذا شغال في راسي، القصر هذا لمين؟ الرعي وش وضعه؟ يقول مهم خلص العرس وجت الإجازة الطويلة، الإجازة اللي بعدها خلاص أطلع من الثانوية وأروح للجامعة. يقول أنا قد صرت كبير وأعرف مسؤولية نفسي وأقدر أروح أي مكان وأتخذ قراراتي بنفسي، وسامر وعبد الرحمن حد الآن أخوياي. يقول في العطلة الطويلة اتفقنا أن في يوم من الأيام نروح 6 أو 7 لهذا القصر ونحاول نستكشفه ونشوف وش موضوعه، ولكن راح نروح له في النهار عشان نضمن ونشوف زين. يقول ياسر اتفقنا نحن نروح لهذا القصر. يقول كنا 7 في البداية ولكن في ناس كنسلوا وصار عددنا ما يقارب 4، وعبد الرحمن ما جاء معنا. يقول رحت أنا وسامر واثنين من أخوياي. يقول ركبنا السيارة ورحنا في نهار وكانت الساعة 11 أو 10 الصبح. يقول ونروح لين عند القصر هذا ونقرب عنده ونرقى مع الرقية ذيك، وقررنا ننزل داخل هذا القصر. ومشينا داخل هذا القصر وقعدنا نستكشفه، وكنت حريص على العيال اللي معي أقول انتبهوا لو يكون فيه خفوس داخل هذا القصر تدخلكم تحت، لأن القصر هذا قديم مرة. يقول ما لاحظنا أي قطط في هذاك اليوم، ولكن صدق السيارات اللي كانت واقفة هناك كانت سيارات قديمة، ولكنها واضح أنها ما استخدمت بشكل كبير. يقول القصر هذا فيه بوابة كبيرة. يقول وندف باب القصر وندخل ونسمي بالله ونكمل طريقنا لداخل القصر. يقول قررنا نحنا ما نتفرق نهائيا، عيال خلوكم قريبين لمن بعض، انتبهوا أن احنا نتفرق. اتفقنا على هذا الاتفاق أول ما دخلنا القصر. يقول نرقل الدور الأول طق 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 طق، والقصر كبير كبير مرة. قرقينا الدور الأول على طول وقعدنا نتفرج على الغرف. يقول لاحظنا في كتابات على الجدران والأرض وسخة، ولكن المساحات كبيرة مرة للغرف وفي إطلالات على برا. يقول المهم الدور الأول هذا فيه بلكونة، والبلكونة هذه تطل على الشارع وعلى الحديقة. قلت ما يد العيال تعالوا خلينا
نقرب لما البلكونه هذه نشوف ايش وضعها، بس لا تدخلون زياده يمكن يكون مبناها قديم وتطيح فينا. قال خلونا نوقف على الصبات البسيطه هذه اللي مبنيه من الخشب. يقول وقفنا عليها وقعدنا نناظر، طبعا نص القصر من جوا فيه نص طايح ونص مبني، يعني ما فقد تماسكه. يقول قعدت اناظر للزرع والمنظر المهيب والمخيف، يقول ولاحظت مكان كانه بير، وتذكرت القصه اللي قالها ابوي لي عن هذا البير. يقول ولكن قلت ما راح اطلع من القصر هذا الا لما اشوفه كامل واشوف ايش موضوعه، وودي استكشفه بشكل كامل مره. طلع ياسر هو وسامر واخوياه اللي معه، طلعوا يتمشون حبه حبه ولا فيه اي شيء، الا قال واحد من اخوياهم قال هذا القصر اللي تقولون فيه جن، قال ما في شيء نهائيا، الا الثاني يقول له اذا انت رجال تعال في الليل وعلمك اذا في شيء او ما في شيء، هذا واضح انه مهجور وقديم واكيد انه ساكنين الجن. قال نحدد يوم ثاني والله نجيه الليل، ولكن خلنا نحفظ القصر الان عشان نعرف الطرق اللي فيه، عشان اذا جينا المره الثانيه ما نطيح في شيء من الاشياء الموجوده. قالوا له خلاص تمام. قول واحنا طالعين من القصر صدق في اماكن نضغطها كذا برجولنا تتكسر لان القصر طيني وكبير مره. قول طلعنا وقلت لهم لازم اروح لم هذا البير. يقول ياسر وانا ماشي لهذا البير يقول الزرع كان مغطي كل شيء. قال حصلت عصا كبيره كذا قلت اطق فيها الزرع عشان ادخل لين اوصل للبير نفسه، لان الزرع مثل ما قلت لكم طويل مره، مو عباره عن الزرع العادي هذا في الملاعب، لا عباره عن نباتات واشياء ثانيه مختلفه. في نباتات كذا توصل طولها متر ونص الى مترين، فاكيد بما ان الارض فيها بير والارضيه مليانه مويه فاكيد انها راح تنبت اشياء تنزل من السماء او اشياء سحبها السيل. قول قربت لين عند البير وكان في على البير غطاء، وتذكرت كل الكلام اللي قاله ابوي لي، ولكن اللي جذبني ان البير فيه ارتفاع متر ونص، يعني اول ما امشي في شيء قدامي طوله متر ونص بعدين يجي البير، وش خلى البنت تطيح فيه دام هذا مبني عليه؟ يقول حاولت افتح الغطاء حق البير واسحب بقوه عيه ينفتح، قلت شكله مصدي وعليه نفس الغطاء الحديدي، قلت يا عيال ساعدوني خلنا نسحبه. يقول نجتمع عليه حنا الاربعه ونسحبه شوي شوي. يقول اول ما سحبناه الا نسمع صوت ضربه قويه في الغطاء زي كذا بوف، وش ذا الصوت؟ شيء غريب. يقول والغطاء نفسه تحرك من قوة الضربة. يقول حنا انحشنا وخفنا من الموضوع ذا، وش السالفة؟ وش ذا الضربة القوية؟ وليه طلعت يوم احنا سحبنا الغطاء؟ يقول خفنا خوف غير طبيعي، لا والخوف هذا واحنا في النهار. يقول انحشنا وركبنا السيارة وشغلنا السيارة وطلعنا على طول. يا عيال سمعت الصوت؟ اي والله سمعناه، والله صدق شكل ساكنين جن، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يكفينا شرهم. شوي الا سامر يقولهم، يقول يا عيال صدقون؟ قال شكلي عرفت ليه الصوت هذا طلع من الغطاء. يقول هم المكان مغطى من زمان والحفرة هذه موجودة في الأرض، فأكيد أن الغطاء هذا قاعد ينسحب من تحت، قاعد يضغط على الغطاء بسبب الجاذبية الأرضية أو الهواء اللي يطلع من تحت الأرض، يوم سحبناه تحرر الهواء وعشان كذا ارتفع الغطاء بشكل قوي. قال شلون؟ قال بعلمكم، أحلو ونفترض أن في ماسورة في النص وغطيناها من فوق وفي هواء من تحت يسحبها، فأكيد بيكون ساحب الغطاء ما نقدر نسحبه لأن الهواء كاتمها، لما أنت تسحبها فأنت تحرر الانطلاق هذا ويضرب الغطاء. يقول لي ياسر والله ممكن لأنه مغطى له 50 أو 45 سنة، فأكيد أن الجاذبية أو الهواء قاعد يسحبه من تحت. والله كلامك منطقي، وصل لو تلاحظون الغطاء نفسه مايل وقايل كذا، يعني مايل بشكل مقوس على جوه، وممكن والله. قالوا إيه والله ممكن، يعني الشيء هذا اللي صار لهم برمجوه إن لا في جن في الموضوع، وهذا الشيء اللي صار لهم ظاهرة علمية. سكتوا ورجعوا لبيوتهم وينتظرون اليوم الثاني عشان يجتمعون يقولون لأخوياهم وخاصة عبد الرحمن عن الموقف اللي صار. أول ما رجع ياسر لبيته وكان رجوعه على الساعة 12 أو 1 الظهر، دخل البيت وتغدى وريح لين جت الساعة 6 مرحلة غروب الشمس، إلا في دخنة سودة في السماء، دخنة كبيرة مرة، وهذا الشيء يشير إن في شيء قاعد يحترق، ولكن اللي قاعد يحترق هذا شيء كبير مرة، ما هو شيء عادي. ينظرون في السماء إلا هو دخان مرة 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 مغطي السماء. قرر ياسر يشغل السيارة ويلحق هذا الدخان. أول ما لحق هذا الدخان انتبه ياسر إن هذا الدخان طالع من القصر نفسه، يعني القصر قاعد يحترق. سالفة وش صاير؟ وش الموضوع؟ ويقرب ويحصل الناس ملتمين والدفاع المدني قاعدين يحاولون يطفون هذا الحريق. يقول ياسر منطقة الحريق كانت لم البير هذا، كيف احترق ما ندري، وشلون وش سبب الاحتراق برضو ما ندري، من الشخص اللي يقدر يولع نار في هذه المنطقة المهجورة. المهم جاء الدفاع المدني وطفى النار ولاحظ ان بيبان البيت هذه مفتوحة وقرر انه يقفلها، قفل الباب وشالوا حقين الدفاع المدني لوحة كانت موجودة على الارض، واللوحة هذه كبيرة وضخمة، شالوها لين حطوها على الباب وقفلوا باب القصر، يعني اي واحد ما يقدر يدخل جوا القصر عن طريق الباب هذا. يقول ياسر اللوحة اللي رفعوها الدفاع المدني مكتوب عليها كلام، ولكن الكلام هذا ضاربته الشمس
الشمس وما هو واضح بشكل كامل. يقول فقررت أقرب إلا اللوحة صارت مقلوبة. يقول وأقعد أناظر فيها وأتأمل إلا كان مكتوب في اللوحة قصر الفلان الفلاني. يقول أنا عرفت الاسم وعرفت منه صاحب هذا القصر بسبب اللوحة الكبيرة اللي شالوها رجال الدفاع المدني وقفلوا فيها الباب. يقول وطلعنا من القصر هذا وتركناه. يقول رحت عند أخوياي عبد الرحمن وسامر قلت لهم يا عيال دريتوا وش صار في القصر؟ لا والله وش صار؟ قال شفتوا الحريقة اللي اليوم العصر مالية السماء؟ القصر يا جماعة الخير احترق واحترق من جهة البير. قالوا متأكد؟ قال لي أنا اليوم رحت لين القصر وحصلت رجال الدفاع المدني وطفوا الحريق وقفل الباب حق القصر بلوحة وعرفت منه صاحب القصر هذا. منه صاحب القصر؟ منه صاحبه؟ يقول لهم اسم صاحب القصر. يقول ياسر جاني فضول أعرف وين هذا صاحب القصر. رحت أسأل أبوي سلام عليكم يبا كيف حالك طيب؟ يا أخي هذولي وين انقلوا؟ قال له أبوه منهم؟ قال يا أخي هذا اللي اسمهم الفلان الفلاني اللي كانوا يسكنون في هذا القصر. اليوم رحت يا يبا وحصلت القصر هذا محترق وجاء الدفاع المدني ويطفي الحريق كله. قال له أبوه يا أخي فك نفسك من ذا القصر وش تبي فيه؟ هذولي يقولون إنهم انقلوا لوسط المدينة وعاشوا داخل المدينة هذه وش تبي فيهم؟ فك نفسك منهم. يقول ياسر هاجس معرفتي للكلام اللي كانوا يتناقلونه ويقولونه إن هذا القصر كان في ناس ساكنين صارت هدنة معهم ومع الجن واختفوا من هذا المكان وسابوا هذا المكان للجن. ويجيني تساؤل ثاني وش الشيء اللي خلى هذا القصر يحترق؟ في شيء غريب قاعد يصير ولكن كأنه قاعد يرسل إشارات هذا القصر إن في شيء في هذاك المكان. يقول ياسر اتفقت أنا وعبد الرحمن وسامر قلت لهم يا عيال تقفوني إني طالبكم ودي أروح لذا القصر مرة ثانية وأشوف وش وضعه. قالوا له ياسر تكفى يا ياسر فكنا القصر ذا سمعنا عنه أشياء كثيرة خلاص. قال لهم ياسر تكفون آخر مرة أبغى أروح لذا القصر وأبغى أشوف وش وضعه وأبغى أروح له في الليل وأبغى أشوف هل هو صدق إن الجن ساكنين في هذا القصر ولا الكلام هذا كذب. يقول ياسر اتفقت أنا وعبد الرحمن وسامر إن حنا نتقابل الساعة 10 الليل. قلت لهم يا عيال الساعة 10 الليل نكون موجودين عند السيارة ونركب ونروح لهذا القصر ولكن ذا المرة نبغى نرقى فوق ونبغى نستكشفه لأن ما استكشفناه نفس ما استكشفناه المرة الأولى. يقول قبل الوقت هذا رحت مريت محل بيع كشافات مخصصة للإنارة والكشافات هذه دائما تكون قوية. قلت خلني أشتري كشافات عشان صدق حنا نستكشف هذا المكان ونعرف وش وضعه. يقول والله شغلت سيارتي ورحت لهذا المحل والمحل هذا يبعد عني ما يقارب 35 إلى 30 دقيقة فبعيد شوي عن القرية اللي أنا ساكن فيها. يقول على الطريق وأنا رايح أشتري الكشافات هذه إلا أحصل شخص قاعد يأشر لي يبغاني أوصله قدام. يقول أنا من حسن نية لفيت عن الطريق العام ونزلت على الطريق هذا المكسر شوي. مرحبا يا عم حياك الله الله يحييك وين تبي تروح؟ قال أنا أبغى أروح عند السوق اللي قدام. يقول سبحان الله يصادف هذا السوق إنه جنب محل الكشافات اللي أنا رايح له. قلت له أبشر يا عم. يقول ياسر الرجال الركب معاي شخص ما هو صغير في العمر شخص عمره في 62 أو 64 وباين عليه هموم الدنيا وتجارب الدنيا الضخمة اللي مرت عليه. يقول أنا قاعد أسولف مع الشخص هذا اللي جنبي كيف حالك يا عم وش اسمك؟ قال له اسمي محمود. قال أنت يا عم من سكان هذه المنطقة؟ قال أنا والله رحالة أتنقل من مكان لمكان. قال له غريبة جاي عند هذا المكان؟ قال أنا وأنا أخوك شخص شغال في العقارات وأبيع وأشتري وأبحث عن الأماكن اللي تكون فيها العقارات ممتازة. لا تحسب إن حالتي سيئة يوم شفتني كذا أو ما عندي فلوس لا أنا عندي فلوس ولكن سيارتي تعطلت كانت المنطقة قطعة ولا أحد رضى يوقف لي نهائيا إلا أنت والله يجزاك خير على الوقفة هذه. قال له يا عم أنت شغال في العقارات؟ قال له إيه نعم شغال في العقارات يا أبوي. قال له يا عم أنا بنشدك عن قصر مهجور موجود عندنا في القرية والقصر هذا كبير مرة ويقال الرعيه الفلان الفلاني هل تعرفهم؟ قال الرجال هذا إيه نعم أعرفهم وأنا أبحث عنهم من فترة طويلة